بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. متابعي وأوفياء قناة عالم الطيور، مرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل البدء أتمنى من المشاهدين الجدد دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب للفيديو لنستمر في نشر المزيد ويستفيد الجميع بإذن الله. فيديو نهار اليوم مهم جدا لجميع المبتدئين في تربية طائر السمان، وهو تحت عنوان نصائح أولية قبل شراء السمان. بدون إطالة نبدأ بذكر هذه النصائح. فأول نصيحة أقدمها للذي يريد أن يقتني طائر السمان لأول مرة من محل تجاري أو من مزارع تربية السمان، هو أن يتعرف على أنواع طيور السمان الموجودة، وأيهم أحسن للإنتاج، وأيهم أضخم حجما. فيوجد الكثير من أنواع طائر السمان في الأسواق التجارية. أما النصيحة الثانية، فيجب عليك شراء الطيور من عند محل تجاري موثوق أو شخص موثوق، بحيث يكون صادقا معك. فإذا كان البائع كاذب فستجد صعوبة في التربية أو يفشل المشروع في الانطلاق. ثالث نصيحة، وهي النصيحة الأهم من بين جميع النصائح، هي أنصحك عندما تشتري طائر السمان يجب عليك إمساكه وتقليبه، وأن تجد ريشه مكتمل ومصفف، كذلك تجد أظافره صغيرة وليست طويلة جدا، كذلك أرجله نجدها نظيفة، إضافة إلى تقليب عيني الطائر نجدها عادية وغير مغلقة أو منتفخة، كذلك نجد أن منقاره عادي وليس مكسور أو مشقوق. وكل هذه الأشياء التي ذكرتها في النصيحة الثالثة تدل على أن الطائر صغير في العمر وليس به أي مرض. كذلك يجب علينا شراء طائر السمان في الحجم الأقصى الذي يصل إليه عندما يصبح كبيرا. إضافة إلى ذلك يجب عليك طرح بعض الأسئلة على التاجر أو المربي الذي تريد شراء السمان عليه، كمثلا العلف الذي أقدمه لهم، وما هي الأسباب التي تساهم في إنتاج البيض. وأحسن من يقدم لك معلومات في هذا المجال هو اليوتيوب. وفي الأخير أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو ولو بالقليل. لا تبخلوا علينا بوضع علامة الإعجاب لتشجيعنا في تقديم المزيد ويستفيد الجميع بإذن الله. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.